يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، وبتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية وسبل التحرك العربي والإسلامي تجاهه. قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه بتفقد معرض أيادي مصر لدعم الحرف التراثية واليدوية، وذلك خلال زيارته لمحافظة الفيوم اليوم. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ذلك المعرض المهم بيأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا سيما الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات، نظراً لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل. وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية بمدينة الفيوم، وذلك ضمن جولته التي قام بها اليوم بمحافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية. وبيرافق الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ. في إطار تكثيف التحركات في جنيف للتصدي للانتهاكات الجسيمة والمروعة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك قطاع غزة، شارك السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف في مؤتمر صحفي مشترك مع سفراء وممثلين 71 بعثة في جنيف لإطلاق نداء دولي حول الوضع الإنساني في غزة، يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً للمديريات التعليمية بشأن فتح باب التسجيل الإلكتروني لأعمال امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، وهيكون اعتباراً من يوم الحد الموافق 12/11/2023. قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن الاحتلال قصف مستشفى الشفاء بالفسفور الأبيض، متابعة: المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن جرائم الاحتلال بالمستشفيات في غزة. أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد مطالبته لسكان غزة بالانتقال إلى الجنوب. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقساً مائلاً للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلاً على السواحل الشمالية، حاراً على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائلاً للبرودة في آخره، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يوم الحد أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية التي تشير لسقوط أمطار خلال اليوم طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما تم نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في أحياء القاهرة المختلفة. وأكد محافظ القاهرة في بيان يوم الحد أنه بيتابع الإجراءات التي اتخذتها جميع الأحياء وشركات المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، وشدد المحافظ أيضاً على كل المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوي التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية. وأضاف المحافظ أيضاً أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة لمتابعة إجراءات التعامل الفوري مع أي طارئ لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوي من المواطنين. ودي كانت أخبار مصر والعالم النهاردة. هتلاقي كل حاجة جديدة وحصرية من قناة أخبار مصر والعالم لما تشترك وتعمل لايك وتفعل جرس الإشعارات. اعمل اشتراك دلوقتي واستمتع بأهم الأخبار وأحدث التطورات اللي هتوصلك بشكل مباشر وحصري، وهتكون أول واحد يعرف بالأحداث العاجلة والمعلومات المهمة.